السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، متابعة لخبر الاستهداف ديال صباح اليوم بطائرة مسيرة مغربية والتي استهدفت عدة آليات تابعة لمرتزقة البوليزاريو حاولت الدخول للمنطقة العازلة. أكرر، حاولت الدخول للمنطقة العازلة. إذا متابعينا الكرام، تحديث بسيط فيما يخص هذا الخبر. وحسب ما تم تسريبه من داخل مخيمات تندوف، تأكيد هلاك 4 مرتزقة. وأنا أؤكد لكم أن الأعداد أكبر بكثير من 4 مرتزقة من هلكوا في هذا الاستهداف. مجددا، حاول مرتزقة البوليزاريو أن يدخلوا للمنطقة العازلة وتم استهدافهم فور أن وضعوا أرجلهم في الشبر الأول من المنطقة العازلة. متابعينا الكرام، هناك أيضا معلومات تقول على أن هناك قيادي بارز قد هلك في هذا الاستهداف. سوف ننتظر أن تسرب لنا بعض الأسماء أو الصور للهالكين في قادم الساعة أو قادم الأيام. سوف أكون معكم في التغطية كما العادة متابعينا الكرام. فهذا هو حال مرتزقة البوليزاريو، يحاولون عبثا فقط أن يدخلوا للمنطقة العازلة كما كانوا يفعلون سابقا، ولكن الآن المعادلة تغيرت منذ عملية القرقرات. تغيرت قواعد الاشتباك، أي من كان يدخل للمنطقة العازلة يتم استهدافه وإرساله إلى الجحيم. إذا متابعينا الكرام، حسابات مرتزقة البوليزاريو تؤكد هلاك 4 عناصر، وأنا أؤكد لكم أن الأعداد الحقيقية أكثر من 10 عناصر. والمعلومات أيضا تقول على أن هناك قيادي في مرتزقة البوليزاريو من بين الهالكين. إذا متابعينا الكرام، إلى أن تظهر معلومات أخرى سوف أكون معكم في التغطية في فيديو آخر. أراكم في فيديو قادم.